روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: القرآن أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله. أما الآن فمع تلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم ومقرئ جمعية البيان عبد الواحد مرضي، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نشكر القارئ عبد الواحد مرضي على ما أتحف به مسامعنا من قراءة كتاب الله العزيز الحكيم ونشكر جمعية البيان على حرصها لتعليم كتاب الله الحكيم وفقهم المولى لخدمة الثقلين كتاب الله والعترة الطاهرة.